دشن رئيس اللجنة القطرية لإعادة أعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي مجموعة جديدة من المشاريع القطرية في القطاع بقيمة 60 مليون دولار. وأوضح العمادي خلال حفل توقيع عقود المشاريع الجديدة بمدينة غزة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مدينة حمد السكنية جنوبي القطاع. وعلى صعيد أزمة الكهرباء بغزة أكد العمادي أن اللجنة القطرية بذلت جهودا لإمداد محطة الكهرباء بخط غاز ورفع طاقتها الإنتاجية، موضحا أن هناك موافقة مبدئية من الاحتلال الإسرائيلي بشأن ذلك.